مين معانا؟ مين؟ السيدة أم أحمد، السيدة أم ايوه أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ احنا بنحبك في الله والله، لو جوزي بنستنى البرنامج. الله يبارك لك. الله يعز حضرتك يا حاجة أم أحمد، وأنا بحب حضراتكم وبحب يا الحاجة رب أم أحمد، يخليك وربنا تدعي لجوزي ربنا يشفيه ويعافيه. ربنا يجمع له ما بين تمام الأجر والعافية، ويوسع عليكم ويرضيكم ويشرح صدركم. طب كده عشان خاطر وقت حضرتك بس. اتفضلي يا ست اساليني. احنا حاطين جزء صغير على المعاش انا وجوزي في البنك يعني، وبيجي لنا منه ارباح كل شهر. فانتوا رابطينه شهادات يعني؟ فاولادي على قد حالهم، فبنراضيهم بحاجه صغيره يعني منهم، وبنوزع ال 10%. طيب كويس. يعني انت دلوقتي ببساطه يعني خالص، اسمعيني طيب يا حاج، انت دلوقتي اللي حاصل ببساطه خالص، بيجي لك الفلوس، وده محتاجه تركيز عشان انت قلتي كلام مهم لازم. فانت دلوقتي قلتي ان الفلوس اللي جات لكم في المعاش بتحطوها ربطنا في شهاده، صح كده؟ عشان ربطنا في شهاده، وهي بتجيب لكم ريع كل شهر، صح كده؟ كل شهر بتروحوا انتم مطلعين 10% من الريع ده زكاه. كل شهر بنطلع لله. بتطلعي من الله 10% من الرعاية، صح؟ بس بندي منهم الاولاد جزء صغير خالص بسيط يعني ما يذكرش. استني يعني بس حرامه. استني بس يا حاجة، بتطلعي ال 10% بتطلعيها لله، صح؟ وبعدين بتطلعي غير ال 10% حاجة كده صغيرة للأولاد، صح؟ انت زي الفل اللي انت بتعمليه دوت ان شاء الله. الاولاني ده هو الزكاة، والتاني ده صدقة ربنا يبارك لك فيه، وان شاء الله يوسع عليك وعلى اولادك ان شاء الله. الله يبارك لك. الله يبارك لك. مادام بتطلعي ال 10% كلها لله، واللي وشوية كمان بتديه لاولادك، مش من ال 10%، صح كده؟ في اذن الله. ربنا يبارك لك فيه، ربنا يبارك لك ويوسع عليك وعلى الحاج ابو احمد، وان شاء الله يجعلكم في صحة وفي عافية دايما يا رب. الله